صباح الخير، يا صباح الجمال عليكم مشاهدي الصحة والجمال، يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما نروح لموضوع حلقتنا النهاردة خلوني أرحب بزمايلي. أهلا بيك يا مروة. أهلا بيك يا حنين. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك يا حنين. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان الطلاق الصامت، هنعرف مع بعض إيه أسبابه ويعني إيه أصلا الطلاق الصامت وإيه حكم الدين فيه وهل ليه حلول ولا لأ. أهلا يا محمد. أهلا. أولا الطلاق الصامت مش طلاق رسمي، بس هو شبيه بكده لان بيكون في انفصال بين الزوجين تحت سقف واحد، بمعنى ان احنا منفصلين بس متجوزين، في عقد رسمي ما بيننا بس مفيش حياه زوجيه. يعني من الاخر كده اللي هو احنا عايشين مع بعض في بيت واحد بس جيران تحت سقف واحد. بالظبط كده. طبعا انت يا مروه انت اكتر واحده ممكن تفيدينا في الموضوع ده عشان انت اكتر واحده قاريه عنه يعني وعامله دراسه كتير عنه. ايوه هو كله يعني اسبابه بترتبط بالانانيه، ان هو في انانيه ما بينهم، وطبعا عدم التفاهم وعدم الحب والخيانه، ده سبب اساسي يعني في اي علاقه ما بتكملش. بس هو طبعا يعني اول حاجه في الطلاق هو حاجه انتشرت جدا في الفتره الاخيره، وكلنا يعني كنا بنسمع ان اتنين متجوزين تحت سقف واحد ولكن قدام الناس مش اكتر، بيجي وكل يوم بعد ما الناس كلها بتبقى مش موجودة معاهم هم كل واحد بيروح لحياته الشخصية، مفيش ما بينهم حب، مفيش ما بينهم مودة، مفيش ما بينهم رحمة، مفيش ما بينهم اي حاجة بتربطهم غير ان هم قدام الناس، كل دوت بس عشان ما يكونوش تحت كلمة مطلقين، او خاصة الست في الحتة دي كلمة مطلقة بتهرب دايما من كلمة مطلقة علشان المجتمع دايما يعني بيشوف صورة قصيرة عن الست المطلقة. وطبعا في اسباب كتير لدوت، منها قول انت اول سبب. ممكن نقول العناد، الضغوطات النفسية، الضغوطات المادية، حاجات كتير لو قعدنا نتكلم مش هنخلص يعني. يعني اول سبب مثلا ممكن يجي في دماغنا بس اعتقد يعني ان اكتر حاجة حب النفس او الانانية. اه كل واحد بيفكر في نفسه، كل واحد مش شايف غير احتياجاته ومتطلباته، مفيش حد، كل واحد شايف نفسه صح. طبعا بالظبط، الموضوع مش قليل يعني، الموضوع كبير جدا. بس هو طبعا يعني مش حل برضو ان احنا نتكلم في، يعني مش هنقول ان دوت حل من الحلول، ان احنا مثلا عشان انا بفكر بصوره رجعيه او بصوره سطحيه ان انا الجا للطلاق الصامت. وطبعا برضو من الاسباب دي الرهبه من شبح الطلاق، ان الست دايما بتخاف من كلمه انا مطلقه، نظره المجتمع او ان انا الناس هتبص لي ازاي او هيقولوا عليا ايه، انا ست مطلقه فلا انا خليني عايشه مع جوزي تحت سقف واحد واحنا جيران مش اكتر. وطبعا الست يعني او الراجل، البيت مش عباره عن جدران ولا عباره عن حيطان، لا البيت روح وجسد. الجسد اللي هو الراجل بيأدي احتياجات الحياه، سواء بقى فلوس او متطلبات او ان هو بيأمن حياه ولاده وبيته، والروح اللي هي الست لان هي بتكون كنايه عن الست، الاطمئنان والسكينه والروح الهاديه في البيت. طبعا مش كل حاجه الفلوس برضو، لان من اسباب الطلاق الصامت العيشه المادية دلوقتي والضغوطات الماديه، ف في اسباب تانية كتير برضو اكيد. زي مثلا اللي بيؤدي لدوت عموما القصر، يعني كثرة المشاكل اللي ملهاش حل، مشكله أكيد. مع مشكله بتكون مشاكل كتير فما بنلاقيش ليها حل. اكيد طبعا. فده بيخلينا منفصل عن بعض. طب محمد، هو انت ممكن لو تفيدنا حتى بحاجه قليله بايه حكم الدين في الطلاق اللي هو الصامت؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. اظن الايه شرح نفسها. الله العظيم. طبعا طبعا هو في مؤديات اكيد منه على الاطفال، يعني بيبقى في تشتت للاطفال وبيبقى في برضه بيأثر على شخصيه الطفل بعد كده حياته.
أو بيطلع للأسف جيل ممكن ما عندوش ثقة برضو، وتشتت الأسري ده صعب جدا. لا هو مش تشتت أسري بقى، هو للأسف إن هما ما بيكونوش حتى يعني متطلقين، يعني ولا أبيض ولا أسود، هو ما فيش تشتت أسري ولا حاجة، ولكن في حاجة بتبقى ناقصة في البيت. ممكن ده بيبقى نتيجة على الأطفال بإيه، ممكن يؤدي مثلا لإن هما يعني يقلوا في التعليم، في التفكير. البنت الناس بيبقى شايفينها بإيه، البنت اللي مثلا بتبقى مامتها وباباها في ما بينهم تشتت، الناس بتبص لها إزاي، أو هي بتبقى إيه اللي مضايقها، إيه العوائق اللي بتقابلها في كده؟ لا هي عواقب كتير، يعني حتى في الجواز دي أكتر حاجة أنا شايفاها بتأثر عليها. مثلا لما حد يكون جاي لها او كده بيكون شايف ان هي مامتها مطلقه، او دي طبعا نظره متخلفه شويه، نظره قصيره ونظره معوقه. سوري ان انا بقول كده، بس هي دي اللفظ اللي يستحقه الناس اللي بتبص للناس بالطريقه دي. بس هي طبيعيه نظره المجتمع برضو مش حلوه شويه، بس هي طبعا نظره غلط، يعني مش نظره صح. هي غلط، بس احنا كشعب مصري او كده عندنا اللي هي المطلقه او مامتها مطلقه، لا 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 دي غريبه، لا لا التعامل معاها صعب كده. لا طبعا مش صعب ولا اي حاجه، هو الصح في الحل دوت، يعني في الجزئيه بتاعه الطلاق الصامت دي، انا شايفه ان الاحسن ان يا ابيض يا اسود، يا اما نتطلق يا اما يا اما نكمل مع بعض عيشه كامله. ما فيش بقى اللي هو اللون الرمادي دوت، اللي هو انا عايشه معاه علشان خاطر الناس، والناس برضو مش كل حاجه. وطبعا الراجل بيختلف عنده الحتة دي برضو عن الست، يعني الراجل ما بيفرقش مع الطلاق قوي زي الست. فالطلاق الصامت دوت انت كراجل شايف ان هو صح يعني، او مثلا ايه حله، او هو بالنسبة لك احسن ولا الطلاق العادي الطلاق الرسمي؟ الطلاق الرسمي احسن طبعا. الطلاق الرسمي، لكن بقى طب والاطفال وكده؟ ما هو عشان الاطفال، ما هو لما يكون في طلاق الطفل بيلاقي اب يا ام، انما الطلاق الصامت ولا بيلاقي ولا اب ولا ام. وده بيأثر على البنت في جوازها، ان هي بيكون عندها رهبه في الجواز، خايفه لا تشوف ده مع جوزها. اكيد. طب وبالنسبه طبعا لنتائجه على الزوجين هي كتيره جدا، يعني أكيد. ممكن يؤدي لخيانه، لان انا عايشه في حياتي لوحدي وهو عايش في حياته لوحده. اكيد هبص الكلمه حلوه بره. بالظبط كده، فانا بقى خلاص ادام احنا الاثنين عايشين تحت سقف واحد، مفيش ما بيننا ولا موده ولا رحمه ولا في بيننا اي حاجه، اي شروط من شروط الزواج. مفيش غيره كمان. مفيش غيره، ودي اهم طبعا حاجه، هي اللي بتسوق اصلا الحياه الزوجيه. فطبعا انا اكيد هبص لمكان تاني او لشخص هبص تاني. هبص للي يحتويني. بالظبط. وانت يا مروه بالنسبه لك برضو ان الطلاق الرسمي احسن ولا الطلاق الصامت؟ بصراحه هما الاثنين صعبين. لا بس اكيد بس. في حاجه منهم يعني تكوني مرشحاها. هو الطلاق الرسمي اللي هو بيكون افضل في ايه، ان انا اشوف حياتي، لكن انا موقفه حياتي اللي هو متجوزه، ولا مني متجوزه ولا مني منفصله، اللي هو عشان برضه نرجع نقول الناس والمجتمع اللي احنا عايشين فيه والكلام ده كله، فهو الرسمي هيكون افضل ليها. طب ولو قلنا مثلا ان كل واحد فينا يقول حل للزواج الصامت، انت اول حل ممكن يجي في دماغك ايه؟ اللي هي برضو تستنى وتستحمل عشان خاطر الاطفال وتخليها خلاص. نظرا لكل الناس بتقولها نستحمل علشان خاطر الأطفال. ونفضل عايشين تحت بيت، تحت سقف واحد، في بيت واحد، بس احنا جيران مش اكتر، ولكن مفيش ما بيننا ولا موده ولا رحمه ولا في ما بيننا اي ترابط حتى في الفكر. هما طول ما هما قاعدين برضه في بيت واحد متهيألي ممكن كلمه مش عارفه ايه الموضوع يتحل، لكن غير لما تتطلق وتنفصل عنه خالص، خلاص هو اوريدي الموضوع. اهو بس هي ده قرار هما خدوه خلاص، مش هيرجعوا فيه اكيد. لا ممكن يرجعوا. طب يرجعوا ازاي؟ تنصحي مثلا الست ان هي تمنعه ازاي؟ او ترجع في القرار ازاي؟ بطريقتها بقى، اشوف هي كانت بتعمل ايه الاول، تمنعه، تظبط حياتها. النكد، بلاش النكد. بلاش النكد. احنا كستات مصريين اتعرفنا بالنكد، يعني بلاش النكد يا جماعه. طب بالنسبه لك يعني مفيش حل تاني غير ان هي تغير من نفسها، وهو برضو وشايل واحده كروجي. من وجهه نظري ان هم يحاولوا يلاقوا حل لمشاكلهم، ما ينفعش نستنى المشكله تتحل لوحدها. البيت مش مجرد حيطان وطوب وسقف، البيت عامل زي الجسم، روح وجسد. بالظبط. ما ينفعش يبقى الجسد لوحده او الروح لوحدها، لازم الروح تسكن الجسد. ولو شبهنا الروح والجسد هنشبه الراجل بالجسد والست بروح البيت. اكيد تمام. فمش احنا مش ملايكه ولا الستات ملايكه. اكيد.
تنكيل. يعني انتوا بتنكدوا برضه؟ بنكد بس. ممكن يكون عندي ضغوطات في شغلي، حابب ان انا ارجع الاقي مراتي مثلا بتضحك. حابب ان انت ترجع لحريتك اللي قبل الزواج اللي انت اصلا كنت متعود عليها، ومش يعني مش متعود على التقييد وعلى المسؤوليه وعلى ان انا ارجع بدري. اكيد ده مش معناه ان انا اخونها برضه. ما هو ده مش معناه ان انت تخونها، بس دوت بعض الافكار اللي بتيجي في عقل الراجل علشان يرجع للزواج الصامت، ده من الاسباب. تمام. لا مش كده بالظبط. اصل انا لو شايف ان انا مش قد المسؤوليه من الاول مش هاخد خطوه الزواج او مش أكيد. هتجوز. غير ان ما ينفعش يكون في طلاق صامت، انا بيربطني دم بيها اللي هم ولادي. ولادي اكيد عايز ولادي يبقوا احسن الناس في المجتمع، قدام اهلي على الاقل، في دراستهم، قدام صحابهم، فده يخليني ان انا احاول حاجه طبعا ابدا. انا مش لازم استنى. ما عرفتش تحققها، اول حاجه بتيجي في دماغنا ان احنا نحققها مع اولادنا. ولادي يحققها بالظبط. طب انت ايه حلولك من وجهه نظرك كراجل في الطلاق الصامت؟ من رايي ان الراجل يبدا بالصلح، يعني هو اللي يبدا لان مهما كانت الست حاله شاذه ضعيفه، فبتبقى محتاجه اللي يحتويها اكتر من الراجل. يعني انا من وجهه نظري شايفه ان يعني لو احنا مش هنعرف نوصل لحل، او مش هنعرف ان احنا نصلح ما بين بعض، او مش هنعرف ان احنا نرجع الحياه تاني زي ما كانت، يكون في طلاق رسمي. يكون بقى في طلاق رسمي قدام الناس كلها احسن ما بين الحياه الملونه دي اللي هو انا قدام الناس متجوزه وفي ما بيني وما بين جوزي موده ورحمه، وفي ما بيننا عشره، وما بين الناس التانيين بقى لا خلاص احنا خلاص ادام ما فيش ناس وما في باب مقفول علينا وما فيش ولاد، فنرجع تاني لحياتنا اللي احنا متفقين عليها اللي هو كل واحد في حاله، انا في حالي وانت في حالك والكلام دوت. طيب احنا خلصنا الموضوع، ممكن ننتقل على برج من ابراج محمد. هتكلمنا النهارده عن برج ايه؟ هو بمناسبه الطلاق الصامت اتكلم عن برج السرطان. اشمعنى برج السرطان؟ عشان برج السرطان اكتر برج حساس. حساس؟ حساس. ده كراجل ولا كست؟ كراجل وكست. او برج يعني كعامة هو برج حساس؟ كعموما هو برج حساس. برج السرطان هو اول برج في المجموعة المائية. برج السرطان برج عاطفي جدا وخيالي. عنده حدث كده اللي هو يعني ايه؟ حدث دوت يعني ممكن يحس بحاجات تحصل. ده طبيعي، دي طبيعه. ده دوت من ناحيه ان هو يعني من ناحيه العاطفه. ده عموما ولا عموما؟ عموما. عموما يعني انا مثلا كمثال اعرف حد برج السرطان، ممكن ينام النهارده يحلم بحاجه يحكي عليها، الحاجه دي بتحصل بجد. ده كل برج السرطان كده ولا معظمهم؟ ما احنا قلنا قبل كده مش ما بتبقاش كلنا زي بعض يعني. مش كلنا زي بعض. ما بتبقاش بالايه؟ بالتواريخ. بتكون بالايه بقى؟ بالاسامي. بالظبط كده. طب انت كنت وعدنا ان انت هتعمل حلقه عن الموضوع ده باختصار، يعني هتلمه في حلقه كده باختصار. هقول لك احنا لينا برج ميلادي. يعني ايه ميلادي؟ ميلادي يعني انا مولود في شهر 12 مثلا. فابقى برج القوس. ده طبيعي الناس كلها عارفه كده. في حاجه تانية، ده البرج الميلادي بنعرف منه الخريطه الفلكيه بتاعتنا، بيبقى بنحتاج فيها تاريخ الميلاد وساعه الميلاد وهكذا. بنعرف منه الخريطه الفلكيه. ده موضوع كبير تاني لوحده، عايز حلقه لوحده طبعا. ده موضوع كبير جدا. ممكن 3 4 ساعات مثلا نتكلم فيه. في حاجه تانية بتبقى كنت قريت عنها يعني وجربتها وطلعت صح 100%. كان عن عالم فلكي اسمه ابو معشر. كان بياخد اسم الشخص واسم والدته. اسم الشخص واسم والدته؟ اسم والدته. بيعرف منه هو برج ايه؟ طب ازاي؟ انا اسمي مثلا محمد. واسم والدتي فلانه. تمام. انا اسم محمد بحول الحروف بتاعت محمد لارقام. ارقام معينه؟ لارقام. درسوا ثانوية عامة عارفين الموضوع ده. ده قسم ايه في ثانوية عامة ده؟ أدبي عادي. أبجد هوس حطي كلمة. الإيه؟ ترتيب الحروف. أبجد هوس حطي كلمة. لكل حرف من دول. هو أنت فاهمة هو لا. يعني إيه؟ أبجد ألف ب ج ب. هي يعني ترتيبها كده اختصارا. أيوة يعني. لكل حرف فيه رقم. الرقم الرقم ده بأجمعه على بعض حروف اسمي وحروف اسم والدتي
بيطلع رقم؟ بيطلع رقم. الرقم ده بقى ليه ترجمة الرقم بالعربي؟ الرقم ده بجيب عشراته ومئاته أضربهم في أربعة. إيه الأربعة دول؟ أربعة عناصر. مائي، ناري، ترابي، هوائي، مائي. عناصر الأبراج. باخد الرقم ده بجمعه على الأحاد والأحاد بتاعت الاسم بتاعي. وبفضل أنقصه من 12. 12 ليه؟ لأن عدد الأبراج 12. تمام. أيوه. تمام؟ لحد ما يطلع لي رقم، الرقم ده بيكون 12 أو أقل من 12. كويس. ما ينفعش يبقى أكتر من 12. ليه؟ عشان إحنا عندنا 12 برج. من 1 ل 12 ده بيبقى من الحمل للحوت. من الحمل للحوت؟ من 1 ل 12. بالظبط. لو طلع لي الرقم من 1 ل 12 بيبقى من الحمل للحوت. عندي رقم 1 الحمل، 2 الثور، 3 الجوزاء، 4 السرطان، 5 الأسد، 6 العذراء، 7 الميزان، 8 العقرب، 9 القوس، 10 الجدي، 11 الدلو، 12 الحوت. ده معنى كلامك ان كلنا ابراجنا مش زي ما احنا عارفين. دي طباعنا. دي طباعنا يعني طبعنا. ايه يعني البرج دوت احنا طباعنا فيه؟ مثلا انا مثلا برج الجدي هقولك اكيد بتأمني بالابراج او مش بتأمني بالابراج. فتحتي جورنال مثلا او فتحتي عملت سيرش مجلة اي حاجه قلتي عايزه اشوف فيها صفات برج الجدي اللي هو برج. اكيد طبعا كلنا عملنا كده صح. مفيش بني ادم لقيتي في حاجات مختلفه كده. انا واثق من ده. فعلا مش كل الصفات اللي في برج الجدي انت. دي صح؟ حقيقه. يعني في مثلا ناس بتقول عن برج الجدي ان هو بخيل جدا. وهم مقتنعين جدا، وناس كتير قالوا ان هو بخيل جدا. وانا مثلا مفيش الصفه دي، فدي حاجه برضو احنا بنستغربها. انت بتبقي طباعك مش بتبقى طباع جدي. بتبقى ممكن اصلا ما تكونش طباع برج ترابي، ممكن تبقى مائي او ناري او ممكن تبقى مائي او ناري او هوائي. بترجع بقى لاسمي واسم الام. ده احنا محتاجين 3 4 حلقات في الكلام ده. طيب نرجع نرجع للسرطان بقى تاني. قولي عايزه تقولي عيوبه. عيوب السرطان، عيوب السرطان متشائم. متشائم ده من ناحيه ايه؟ من ناحيه كل حاجه؟ كل حاجه. الدنيا سودا قدامي. يا ساتر يا رب. والله بجد يعني ما عندوش امل في لحظه، مش في ساعه. امل ما فيش. عنادي شويه. مفرط قوي شويه. مفرط في الحساسيه بتاعته اوفر. يعني ممكن بكلمه الدنيا تتقلب. طيب ومن ناحيه بقى الشغل او مثلا في العمل او كده في الحياه العمليه بيكون عنده طموح ولا برضه تشاؤم في الحياه العمليه؟ بيفضل ثابت عند نقطه معينه لفتره كبيره. يعني ما بيفضل ثابت عند بوزيشن معين، مفيش ترقيات مثلا. هو كده، هو مش تمام. طب بالنسبه بقى ان هو يعني عيوبه، انا بلاحظ دايما في الناس ان عيوبها بتكون يعني مش واضحه قوي، انت فاهم؟ اللي هي بتكون عاديه يعني، مش اللي هو يعني مش متشائم زي ما انت ما بتقول خالص بصراحه. في ناس انا اعرفها مش كده. الابراج المائيه عموما غامضه. وبعدين زي ما قلت لك مش لازم يكون هو سرطان اصلا، يعني ممكن يكون برج تاني مائي او ازاي؟ طبعا يعني طبعا يكون كده. هو ينفع يبقى البرج حاجه والطبع حاجه تاني خالص؟ هو ده اللي انا كنت بشرح. ايوه الحروف دي. طب انت ما ينفعش تعمل لنا مثلا جدول بدوت زي مثلا الجداول اللي بتكون نازله على الانترنت، اللي هو مثلا من شهر كذا لشهر كذا انت بتبقى برج ايه او كده؟ قصدك الارقام بقى؟ بالارقام. ممكن نعمل جدول بالارقام دوت ومثلا نبقى نطلع بيه في حلقه تاني للناس المهتمه ممكن بالابراج او كده. ممكن نجيب طريقه الحسبه ونجيب كل رقم برجه ايه. ممكن مثلا يعني اللي هي بتبقى اسمها عمليه حسابيه. اللي هو يعني انا عندي قاعده ثابته والناس بقى بتجرب عليها او كده. بالظبط كده. فممكن نبقى نعمل نحسب على اسمي مثلا. او مثلا على اي اسم حد. اي اسم مش حد مش ما نعرفوش خالص. يعني اسامي وهميه مثلا. تمام. فممكن نعمل دوت ونقدمه مع بعض في حلقه باذن الله. خلاص تمام ماشي. للاسف انتهت وقت فقرتنا مش حلقتنا. انتظرونا بعد الفاصل.